الخير، مساء السعادة، مساء البهجة ومساء الفرحة على كل مشاهداتنا العزيزات ومشاهدينا كمان. حلقتنا النهاردة مش هتهم بس الستات، لا هي كمان هتهم الرجالة. طب يا ترى ايه المواضيع اللي ممكن تبقى مشتركة ما بين الرجالة وما بين الستات؟ هو ملف جديد علينا هنا النهاردة في برنامجنا سحر الهوانم، وهو ملف العقارات. طبعا العقارات فيها مشاكل كتير، وبيبقى فيها اوراق كتير وعقود كتير وورق رايح وورق جاي وحاجات كتيره كده مكلكعه، هنفهمها واحده واحده. بس الاول ارحب بزميلتي هاجر. نوراني يا هاجر. مساء الخير عليك يا نور، ومساء الخير على كل المشاهدين. زي ما نور قالت ان حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن عقد البيع الابتدائي. العقد البيع الابتدائي في ناس كتير قوي بتتعرض للنصب باسم عقد البيع الابتدائي. يعني ايه عقد بيع الابتدائي، ويعني ايه، ويعني هو بيثبت الملكية ام لا؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيف حلقتنا النهاردة، وهو الاستاذ المحامي احمد البطار، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم كل السادة المشاهدين. نورتنا. بنوركم، ربنا يبارك فيكم يا رب. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم شوية، يمكن في ناس كتير بتتلخبط فيه. موضوع شائك، وموضوع للأسف ناس كتير يعني ايه بيقعوا في مشاكل بسبب ان هم ما بيروحوش لمتخصص في الامر ده. يعني انا عايز بداية كده هنقول تحذير الناس اللي بتتفرج، زي اللي بيتقال في بداية الافلام الاكشن. تمام. ما تحاولوش تعملوا اللي بتشوفوه احنا بنقوله، او بتخش على النت تشوف حاجة، او بتتعامل مع اي معلومة شخصية، الا لما تلجأ لمتخصص. كلمة واحدة في العقد او كلمة واحدة تذكر بشكل مطموس بالنسبة له ممكن تفرق، تبهدل الدنيا. تمام. قول لنا بقى ايه هو قوة العقد الابتدائي، وهل العقد الابتدائي بيثبت الملكية ام لا؟ طيب، بداية عقد البيع الابتدائي في حد ذاته ما يعتبرش سند ملكية. تمام. عقد البيع الابتدائي العرفي اللي هو زي العقد ده، سواء العقد ده او العقود اللي بنكتبها في مكاتبنا او كلام من ده، ما يعتبرش سند ملكيه. قانون المدني قال لك ايه؟ قال لك مش عايز اخد في ارقام مواد، بس احنا يعني هحاول ابسط الامور بس بالبلدي كده. القانون المدني قال لنا ان الملكيه ما بتنتقلش الا بالتسجيل، وهنخش بعد كده في موضوع التسجيل ده، هنخد فيه نقطه ثانيه. تمام. فالعقد البيع الابتدائي في حد ذاته قوته ما بين اطرافه. يعني انا اشتريت او بعت الاستاذه هاجر، تمام. العقد محرر، انا بايع، استاذه هاجر مشتري. تمام. قوه العقد ما بيننا احنا الاثنين، لو اختلفنا على الكلام اللي موجود في العقد ده بيننا احنا الاثنين فقط، لا يمتد للجهات الحكوميه. يعني مثلا انا بعت الاستاذه هاجر موجب عقد بيع ابتدائي، خدت العقد، راحت تدخل مرفق الميه، تنقل باسمها العداد، تنقل باسمها عداد الكهرباء، تدخل غاز، تعمل اي حاجه بموجب العقد العرفي على حالته، الجهات الحكوميه قولها لا، اعملي اجراء عليه باي شكل. لكن العقد في حال في حد ذاته كده كعقد عرفي ملوش قوه بالنسبه للجهات الحكوميه. طيب، في ناس مثلا ما بيدفعوش ثمن الشقه كامل او ثمن العقار كامل، فبيدفعوا جزء، فبيضطر ان هم يكتبوا عقد ابتدائي. تمام. طب ايه اهم الشروط او البنود اللي لازم تبقى متوفره في العقد الابتدائي عشان يعني تديله زي قوه، او يعني تضمن للمشتري حقه؟ رائع. هو بدايه الناس اللي بتبقى معاها مستندات للشقه، يعني بيعتبروا ان هي مستندات ملكيه طبعا، بس ده مش صح وفقا للقانون. تمام. بيبقى معاه عقد بيع ابتدائي ووكاله من الملك السابق. مثلا سي الملك السابق معاه عقد مسجل وباع الاستاذه هاجر بموجب عقد بيع ابتدائي وتوكيل للبيع لنفسه وبنفسه وللغير. طيب، عقد البيع الابتدائي ده لما اجي اكتبه بكتب فيه كل البنود اللي ربنا خلقها، لو في حتى توضيبات في الشقه، لو في اقساط، لو في لو في لو في، بكتب فيه كل الكلام ده. نبتدي مثلا في التمهيد بتاع العقد. لازم في البند التمهيدي، يعني انا معايا نموذج عقد، بس طبعا ايه هنحاول نقوله مع بعض كده عشان نبسط واحده واحده في التمهيد. في التمهيد خالص بقول والله الشقه او العقار ايا كان نوعه قال للراجل اللي بيبيع ده بموجب عقد مسجل، بموجب عن طريق الارث، عن اي سبب لكسب الملكيه بتاعه. تمام. وان هو عايز يبيعه للطرف الثاني المشتري اللي راضي بالكلام ده. طيب. المثال اللي كنا بنتكلم فيه، استاذه هاجر شاريه بعقد بيع وتوكيل، لما تيجي تعمل عقد بيع مثلا لحضرتك. تمام. تعمله ازاي؟ انا احمد البطاره هو اللي بايع لها. تمام. تروح هي بقى عايزه تبيع لحد استاذه هاجر بصفتها وكيله عن احمد البطار. تمام. لكن ما تبيعش دايركت، لازم تسلسلات الوكاله تتكتب. باجي في وش العقد كده اروح كاتب فلانتي الفلانيه مسلمه مصريه ايا كان. تمام. وبصفتها وكيله عن المالك اللي العقد المسجل باسمه. انت بتبيعي بصفتك، حتى لما اكتب دايما كده بروح كاتب، مش بكتب البائع واسكت، اروح كاتب البائع بصفته. يعني لازم سلسله توكيلات زي العربيات كده بالظبط، يبقى فيها نفس السلسله بالظبط. لازم بكتب تسلسلات الوكاله، وطبعا
الوكاله دي موضوع كبير لو هنتكلم في عقد الوكاله ده عايز له حلقه لوحده. تمام. طيب كتبنا الراجل ده وقالت ليه الملكيه ازاي او ايا كان صفه الوكاله اللي موجوده في العقد، بنبتدي نخش بعد كده في ايه؟ التمن. طيب التمن بيتكتب ككل، اتخذت الفلوس البيع والشراء واحنا قاعدين واحنا بنكتب العقد زي الفل. طيب ما اتخذش احمي ده ازاي؟ لو هاجل مثلا نص مثلا الفلوس في مجلس العقد ونص الفلوس في وقت لاحق، اكتب اسمي الوقت ده بتاريخ كذا، الدنيا كذا، شهر كذا مثلا 25/6/2020. تمام. ده ميعاد القسط الثاني. طيب احنا متفقين ان احنا هنقسط على 3 4 اقساط، اكتب ميعاد استحقاق كل قسط. تمام. بل القانون اداني قوه افريدي مثلا يعني ما جاش دفع الفلوس في الميعاد ده، نعمل ايه؟ يبقى انا كده خسرت؟ لا، ده القانون اداني ان انا بعمل حاجه اسمها تعويض اتفاقي، ده اللفظ القانوني بالبلد اسمه الشرط الجزائي. الشرط الجزائي ده مش مجرد بند بيتكتب، لا، ده التعويض الاتفاقي ده احنا بنتفق على تعويض معين في حاله اخلال او الطرف اخلال اي حد منا باي حاجه. تمام. مثلا القسط يستحق 25/6. طيب اتاخر، ايه العقوبه على الشخص اللي اتاخر؟ شرط جزائي بقى. لا، مش شرط جزائي، روح قايل ايه؟ يلتزم بسداد مبلغ وقدره ب 100 جنيه مثلا عن كل يوم تاخير يلي ميعاد تسليم الدفعه مثلا. تمام. يبقى انا كل يوم بيعد عليه. طب المحكمه بتحكم بالكلام ده ولا استاذ احمد بيقول اي حاجه؟ المحكمه دايما لو التعويض الاتفاقي مش زياده قوي ومش مبالغ بيه، المحكمه بتراعيه وبتحكم بيه. تمام. طيب حاطين 1,000,000 جنيه عن كل يوم، المحكمه تحكم لنا؟ لا طبعا. هنا بقى انا بقول للمحكمه خالص ولا هل المحكمه مثلا ما بتلغاش؟ لا، ده انا بحط للمحكمه ان هي تعمل سلطتها التقديريه لتقدير التعويض. التعويض الاتفاقي اللي انتوا حاطينه انتوا بتهزروا، مفيش حاجه، مفيش كلام منه. المحكمه بقى شافت الموضوع مغالى فيه، لا انا ابتدي كمحكمه اشوف والله الضرر ينفع يوازي المبلغ اللي محطوط ولا ما يوازيش. تمام. طيب هنيجي بعد كده، قلنا طبعا التمن وقلنا الاقساط الموضوع عامل فيها ازاي. بنيجي بعد كده سبب كسب الملكيه، ده بيبقى بند منفصل. والبيانات بتاعه العقار بحدوده، لو ببيع مثلا العقار كامل ارض ومباني، ببيع عقار مباني بس، ببيع ارض بس، لازم التفاصيل بتاعته بكون كاتبها. ولازم سبب كسب الملكيه زي ما قلنا، سواء وكاله او ايا كان، او بموجب اشترى بموجب عقد بيع وتوكيل. تمام. ده سبب كسب ملكيته. بس دي اغلبيه الحاجات طبعا، زي ما قلنا في البند بتاع الشرط الجزائي ما يبقاش كبير قوي علشان المحكمه تراعيه وتعمله. مواعيد التسليم لازم اذكر ميعاد التسليم. انا مثلا معلش انا بشتري شقه، دفعت مبلغ ومفروض ان انا الاقي مغلق، انت كمالكه مش هتسلميني دلوقتي. طبيعي انت بتستلمي فلوسك تسلميني الشقه او تسلميني العقار. طيب ميعاد التسليم ده، ما احنا مش هندبح اللي بيشتري ونعمل له غرامات تاخيريه ونعمل له كلام من ده، واجي الراجل الملك براحتك سلم وقت ما انت عايز يا معلم. خدنا ضمانات البيع. مفيش طبعا. لا، باجي بروح كاتب ميعاد التسليم. طب اتاخر عن التسليم، احط له 100 جنيه عن كل يوم تاخير، احط له 200 جنيه عن كل يوم تاخير، والمحكمه برضو هتحكم بكده. لان انا حط الشرط الجزائي ده قصاد ده. الشرط الجزائي بقى اللي بيتكتب في العقد خالص ده، احنا بنكتبه شرط جزائي شمولي في حاله ايه؟ اخلال اي يعني مثلا مثلا يعني ما كانش مالك اي حاجه، هو بيبيع حاجه مش مالكه مثلا، في بنك حاجز على العقار. تمام. وده من ضمن البنود، انا بكتب ان هو بيلتزم بكافه الضمانات وان هو مسؤول عن اي تعرض، من ضمن البنود في العقد. تمام. حجز على البنك مثلا، الشقه محجوز عليها من بنك ما وانا جريت ابيع، الشقه عليها تمكين مسكن زوجيه، انت المسؤول عن كل، وانا جريت ابيع، لا تعالى هات لي فلوسي، حل مشاكلك مع مراتك بقى وهات لي فلوس، انا ماليش دعوه. لان ده لما نتكلم احوال شخصيه بقى في الحلقات الجايه هنخوض فيه كتير قوي. احنا عايزين يعني ايه خطوه خطوه يعني لازم تسمع حلقتنا دي كويس النهارده عشان ما تلاقيش نفسها بتشتري العتبه الخضراء زي ما بيقولوا. بالظبط. زي ما كنت هقول لحضرتك سؤال، ان هو في ناس كتير بتشتري شاليهات او شقق عن طريق الشركات اللي هي العقاريه، استثمار العقاري، وبتلاقي نفسها في الاخر اشترت العتبه الخضراء. تحمي نفسها، الناس دي تحمي نفسها ازاي؟ تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ قول لنا رايك بقى. اول حاجه نتكلم فيها، انا كحد مواطن فقير الى الله لا انخدع بالمظاهر اللي بتتعمل. هتلاقي ناس وحاجات ومشروبات بتنزل وشاي بالياسمين وموظفات وبدل لا ما انخدعش باي مظاهر من الكلام ده. انا راجل ممكن اكون اشتغلت وطلعت معاش ودي الفلوس اللي معايا كلها اللي بشتري فيها وهدين عشان اعرف ادفع الاقساط. طيب رحت شركه من الشركات دي، ما انبهرش باي حاجه بيحصل، ابتدي ابص على العقد. طيب الشركه دي قالت ليها الملكيه بتاع قطعه الارض ازاي؟
ما لقيتش رقم عقد مسجل في العقد بتاع الشركه اللي عاملاه معايا، ادي اول ملحوظه. طيب الشركه دي ليها سابقه اعمال قبل كده؟ يعني شركه معروفه ليها حاجات موجوده على ارض الواقع، ولا اول تعامل وانا ما اعرفش عنها حاجه؟ تكون بتبيع وهي لسه ما رمتش اساسات ولسه ما سجلتش الارض. ادي تاني ملحوظه. الشركات اللي المطمصة مجهولة المصدر تمام كتير. بالهبل بس بيبقى شكلهم في زي ما حضرتك ما انا بقول لحضرتك الناس بتخدع بالمظاهر. ما فيش ما دخلت شركات وتعاملت مع حاجات من دي، بس انا ببص على العقد باخد بعضي ما نخدعش باي حاجه بتحصل. ومعلش بيبقى ياخدين زي كورسز او حاجات في ان هم ياثروا نفسيا ازاي على العميل. بيقعد ويطلع له حاجات ويطلع له فوم ويطلع له كل الكلام ده ما مالناش دعوه بيه. شغل نصب. مالناش دعوه، مش عايزين نقول نصب عشان بيقص علينا. أيوه. طيب بصيت ما تلاقيتش عقد مسجل لقطعه الارض اللي بنبني عليها. اجي ابص بعد كده الشركه طبعا مش ما اعرفش عنها حاجه أصلاً. ولا اي بتاع. اجي ابص بعد كده عن ترخيص البنى. العقد ما فيهوش ترخيص بنى، وانا داخل كده اروح اخد بعضي مكلم في التليفون. ايوه ام احمد، احمد تعبان، انا اخد بعضه وماشي على طول. اطلع على طول. انت بتتكلم ان هم ولا ملك لقطعه ارض بعد مسجل ولا في ترخيص بنى. معنى كده ان انت بتبيع لي العطبه الخضراء، انت بتبيع لي هوا، بتبيع لي حاجه مش موجوده. لسه بقى ده احنا ان شاء الله ده احنا هنبني المرحله الثالثه، والمرحله لما تبقى تشوف بعينك حاجه تعاقد. فدايما نصيحتي اتعامل مع حاجات قائمه او حاجات موجوده او شركه معروفه ليها سابقه اعمال وما تلاقيتش عقد مسجل. ودايما لما نيجي نتعامل ما يحاولش الحد يفرح ويروح رمي الفلوس كلها ونص الفلوس، اتعامل بمبالغ صغيره. يعني ادفع مثلا مقدم صغير عشان لما تمشي من اجراءات، يعني وانا اسف ان انا بقول كده، علشان نرفع دعوه مدني واخد الامد بتاعها الاجراءات بتاخد وقت شويه. يعني فاهم ازاي؟ عشان اثبت وعشان ننازع ونقول وفين وازاي ونقدم مذكرات واستئنافات واجازه قضائيه، الموضوع بيعيش معانا شويه حلوين. فانا ما ضحيش بمبالغ كبيره اول تعاملي، لا ادفع مبلغ صغير وابتدي اشوف. تمام. مفيش عقد مسجل، مفيش ترخيص بنى، شركه مجهوله، ابعد خد بعضه وامشي. طب في لغط كده او لخبطه بتحصل ما بين دعوه صحه التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ، ايه الفرق بينهم؟ حضرتك بتسألي سؤال. انا بس ايه يعني جالي مرة حد المكتب وجايب لي، انتوا عارفين العقد الاخضر بتاع سند الملكية تمام مختوم بالنسر وبتاع، وانا مسجل الشقة، وريني يا عم. ابص اطلع حكم كان زمان احكام صحة التوقيع بيطبعوها على عقد شبه العقد الاخضر ده، كان زمان من سنين ما عادش الوقت الكلام ده. وبيختم الحكم اللي مطبوع ايه؟ الحكم حكم صحة التوقيع، انما مش صحة التوقيع، مش عقد مسجل. نتفق مع بعض ان دعوة صحة التوقيع دعوة تحفظية، بمعنى انا كتبت في ورقة انا واستاذة هاجر طرف اول وطرف تاني احنا هنروح نفطر مع بعض في مكان معين تمام، ورحت ماضي طرف اول وطرف تاني يحق لي ويحق ليها ترفع دعوة صحة التوقيع على الولي المحرر ده ايا كان في احواه. ليه؟ لان دعوة صحة التوقيع ما تمسش اصل الحق، ما بترطبش حقوق ما بين الناس وبعضها، ترطب ايه؟ التوقيعات، التوقيع بس، تحسن التوقيعات. ده توقيع، ده توقيع، توقيع الشخص اللي وقع، لكن ما تتطرقش لايه اللي مكتوب في الورق ايا كان. لو واحد كاتب قصيده ومضى على طرف اول وطرف ثاني ورفع صحه التوقيع، المحكمه لهاش دعوه باللي بيحصل، المحكمه لها دعوه بالاطراف، بتبحث التوقيعات اللي على العقد. دي دعوه صحه التوقيع. دعوه صحه التوقيع ما تعتبرش سند ملكيه، يعني ما اخدش حكم صحه هو التوقيع، اجراء بس اللي هو اجراء توقيعات الطرفين، بحصن التوقيعات مثلا ضد الورثه، ضد طعن بالتزوير، ضد ايا كان، بحصن التوقيعات اللي على المحارب. طب دعوى صحه والنفاذ، دعوى الصحه والنفاذ تقوم مقام التسجيل. تمام. كاني ماشي انا معاك. دعوى الصحه والنفاذ على العقد تقوم مقام التسجيل، بمعنى كاني اتقدمت الطلب عشان اطلع عقد اخضر من الشهر العقاري، عقد مسجل. دعوى الصحه والنفاذ بتبقى نفس الاجراءات. ليه؟ بشهر الصحيفه، بروح مساحه، بعمل كل الاجراءات بتاعه الدعوه، يتحكم بالصحه والنفاذ، بروح اخذ الحكم، اعمل له حاجه اسمها اشهار حكم في الشهر العقاري كده، قمت مقام التسجيل. طب ده بنعمله في الحالات النهين، حالات مثلا يعني بينهم وبين بعض عقد بيع ابتدائي ومش عارفين نوصل لحاجه، عقد البيع الابتدائي على حالته يعتبر سند ملكيه؟ لا. طب عايزينه سند ملكيه، نرفع عليه صحه ونفاذ. صحه ونفاذ بس. فده الاجراء اللي انا بخلي عقد البيع الابتدائي او التعاقد اللي بيننا وبين بعض ليه شكل صحه ونفاذ. زي يعني العقد
ساري في مواجهه يعني اي حد. يعني اقدر بقى كده اتعامل بيه مع المعاملات الحكوميه، ما فيش معاملات مشكله حكوميه مع الخلف العام، مع الخلف الخاص، الخلف العام اللي هم الورثه او الناس اللي بيشتروا ابيع بيه. طب عاد البيع الابتدائي ينفع ابيع بيه؟ لا لا كده لا، ما ينفعش ابيع بيه استحاله. يعني ندفع الفلوس واحنا مطمنين لو عملنا دعوه صحه ونفاذ. عملت صحه لا مش ده، انت بتاخد وقتها، انت خلاص بتبقى كتبت العقد وحد تثق فيه قوي فبتفشي في اجراءات الصحه والنفاذ. او لا قدر الله اختلفتوا ومش عايز يعمل لك الوكاله، فبتروحي ماشيه في ايه؟ في الصحه والنفاذ. طيب احنا ليه لما بنيجي نعمل عقد بيع ابتدائي بنعمل معاه توكيل؟ ليه؟ توكيل بس معاه ليه؟ لان الوكاله دي بتبيح لي ان انا ابيع لنفسي وبنفسي وتعامل مع الشهر العقاري وكأني الملك اللي ايه؟ الأصلي. باخد العقد وباخد الوكالة وبيع لنفسي وبنفسي وعمل الإجراءات دي كلها بموجب الوكالة. عشان كده لما بيكون حاجة مش مسجلة بروح عمل عقد بيع وصحة التوقيع. طب بنعمل ايه كمان معهم؟ بنعمل حاجة اسمها محضر تسليم. ايه فايدة محضر التسليم ده؟ محضر التسليم ده المسؤولية الجنائية عن الشقة قبل البيع وبعد البيع. مثلا انا بعت الشقه اهوت وما سلمتكيش لسه وتم ارتكاب جريمه ما، مين المسؤول؟ ما خلاص الشقه في حوزه. انا مش مسؤول كده عنها. من تاريخ التسليم بنبقى ايه؟ بيبقى مسؤول عنه. مسؤول عن المشتري مسؤول. تمام. قبل محضر التسليم البايع هو اللي ايه؟ هو اللي مسؤول. هو اللي مسؤول. عشان كده بقول لكم دايما لما نكتب في العقد نكتب كل حاجه بمواعيد، كل حاجه بتفاصيلها. طب افرضي مثلا يعني اختلفنا في التسليم في العقد، احنا كاتبين 25/6، تعثرت ما عرفتش ادفع، اعمل ايه؟ ما عرفتش اسلم. لو سلمت في 25/8 اروح اعمل محضر التسليم باليوم اللي انا سلمت فيه الشقه واللي انا سلمت فيه. حتى لو خالفت العقد مفيش مشكله، ده بيثبت ان انا دفعت فلوس ضمانا لاي حاجه كمان ممكن تحصل في خلال الفتره مش دي. مش بيثبت ان انا دفعت فلوس للمسؤوليه الجنائيه عن الشقه، عشان لو حاجه حصلت في الفتره دي ما بقاش انا مسؤول عنها. الشقه خلاص بقت في حيازتي في الوقت ده. تمام. بس فصحه التوقيع زي ما قلنا دنيتها عامله ازاي، والصحه والنفاذ زي ما قلنا تقوم مقام التسجيل. زي كأن سجلت بالظبط، بيعتد بيها قدام كل الجهات الحكومية، بس إجراءاتها بتبقى أطول شوية، نفس إجراءات التسجيل بالظبط، ولكن ما بحتاجش إن يكون في وكالة أو في حاجة، لا ده أنا برفع سواء على الشخص اللي باع لي بموجب عقد البيع أو على ورثته. الصحة والنفاذ يجوز إن أرفعها على الورثة، مفيش أي مشاكل، ويبقى ساري في موجة الورثة. طيب في ساعات بنشوف في الأفلام والمسلسلات إن حد باع الشقة لكذا واحد، طب يحصل ازاي؟ يعني انا ممكن يبقى عندي شقه بيعها لواحد واثنين وثلاثه. تمام. طب ازاي؟ ارسينا احنا مبدا قلنا لا تلتقي الملكيه الا بالتسجيل. بالتسجيل. تمام. ملكيه ما بتتنقلش بالتسجيل. طيب خمسه سته بايعين، واحد باع لخمسه سته بعقود عرفيه. انا هعقد فيهم اللي ساري وانا هعقد فيهم اللي عامل. لو واحد سجل، لو واحد يبقى هو سجل هو ده اللي شغال، وهو اللي من حقه يرفع دعاوي تسليم، وهو اللي من حقه يتعامل. تمام. الا لو اتبطل العقد بتاعه، حد تعرض للعقد بتاعه ببطلان ما او شمال او يمين او كلام من ده، لكن واحد فيهم سجل وبقى معاه عقد مسجل، يبقى هو كل العقود هو المالك. اما الا لو تم التعرض للعقد بتاعه بالطعن فيه باي وسيله. تمام. طيب ده كده ضمان للمشتري ان هو يروح يسجل العقد الابتدائي لحد ما يخلص بالظبط. ما التسجيل بياخد له وقت، التسجيل بياخد له شهور، خمس ست سبع شهور. طيب العقود العرفيه كلها متساويه في قوتها، العبره بتبقى لايه؟ بالعقد اول عقد. لا ما العقد المسجل ده خلصنا، احنا قلنا في عقد مسجل ده قوي على الكل، ده الفتوه بتاع العقود. تمام. طيب احنا معانا عقود عرفيه كلها، انهي عقد اللي يبقى ساري؟ العقد الاولاني. والعقد اللي يكون شكله سليم مفيش فيه. اصل انت خلي بالك كمان، انا لو هفتح في العقود، العقود بحر واسع. احنا عندنا مثلا ممكن عقد يتحكم بصوريته. ليه؟ لان مثلا الشقه تساوي مليون جنيه وانا كاتب الشقه ب 20000 جنيه، دي كده صورية وش معروف. يبقى في حاجة في مشكلة. التمن لا يتوازى في عقد صوري. ففاهمة ازاي؟ مش عايز اخد الناس في قصة تانية، في قصة تانية غير الموضوع. الموضوع كبير يعني. لا الموضوع كبير وحوادثه كتير. طيب. بس فده في النطاق اللي احنا بنحكي فيه. زي ما بقول لحضرتك الدنيا بتبقى في العقد البيع الابتدائي اللي سابق اول واحد او اول تاريخ هو اللي يبقى موجود. طب الناس اللي باقية تاخد فلوسها منين؟ تلجأ هنا بقى لايه؟ تلجأ للشق التعويض، ان ارفع دعوه تعويض، ان ارفع دعوه فسخ والسرداد المبلغ المدفوع، ان انا اخد بعضي كشق جنائي. تمام. ارفع دعوه نصب، مش برفع دعوه ما بتترفعش، بعمل محضر نصب بتحريات بدنيته بالمستندات والجأ للشق الجنائي. عنده شقين، افسخ العقد واسترد الفلوس اللي انا دفعتها، لان مكتوب انا دفعت مبلغ كذا. تمام. وشرط جزائي كذا. طب يا معلم انت بعت لحد قبل، لا افسخ العقد، انت كده خالفت الشروط. لان احنا دايما زي ما قلت لكم لما بنكتب في العقد بنكتب ايه؟
ان مفيش تعرض. ما تمش البيع قبل كده باي نوع من انواع من ضمن البنود اللي بكتبها. تمام. ثبت ان انت بعت لحد تاني. لا، من حق ان انا افسخ العقد واخد الشرط الجزائي بتاعي. فده سكه. او الموضوع فعلا الموضوع محتاج تفاصيل كتير جدا. للاسف وقتنا خلص يا استاذ احمد، انا بشكرك جدا، بس طبعا استفدنا معلومات كتير، وان شاء الله الحلقات اللي جايه بقى ايه نبدا ناخد نقطه نقطه ونتكلم فيهم. نورتنا استاذ احمد. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب يا رب ايه ما حد يوقع حد في اللي احنا فيه. يا رب نورتنا جدا يا استاذ احمد. نورتنا. عايزه اشكر اكتر ناس كانوا متفاعلين معانا على صفحه البرنامج، وعايزه اقول للناس اللي هيبقوا متفاعلين معايا على صفحه البرنامج الاسبوع اللي جاي برضه هنشكرهم على الهواء. احب اشكر الدكتور ضياء فرحات والاستاذ رامي نصر. طبعا هم كانوا متفاعلين جدا في البرنامج بتاعنا، وكانوا متفاعلين على الصفحات بتاعتنا، واي حد زي ما قلت لكم هنشكره على الهواء علشان تتفاعلوا كده معانا وتتابعونا. هنستناكم تتابعونا في كل حلقه وتقولوا لنا رايكم. بشكركم جدا. بشكرك تاني يا استاذ احمد، نورتنا. بشكر حضرتك. بشكركم، اشوفكم الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم.